السلام عليكم، رمضان كريم إن شاء الله. اليوم عندنا موضوع اختبار للسنة أولى ابتدائي. نبدأ بسم الله. لاحظ التمرين الأول، اقرأ وافهم جيدا نص التمرين ثم اكتب الحل. نبدأ مع بعض. قلنا التمرين الأول، اربط بين الحرف والكلمة التي تحتويه. انظر الكلمات وهذه أحرف. نبدأ بالحرف الأول وهو حرف الواو. إذا لاحظ، هل كلمة عين تحتوي على حرف الواو؟ لا. هل كلمة أربعة تحتوي على حرف الواو؟ لا. موزون، موزون، نعم. إذا نربط الكلمة بحرف الواو لأنها تحتوي على حرف الواو. الآن فراشة، لا. الآن حرف الشين، لاحظ الكلمة الأولى عين لا تحتوي على حرف الشين. أربعة لا تحتوي على حرف الشين. موزون لا تحتوي على حرف الشين. وكلمة فراشة، نعم فراشة، تحتوي على حرف الشين. لاحظ حرف الشين في وسط الكلمة، فراشة. الآن حرف العين، هل عين هذه الكلمة تحتوي على حرف العين؟ نعم عين. إذا نربط حرف العين بالكلمة، كلمة عين. أربعة، هل هذه الكلمة تحتوي على حرف العين؟ أربعة، نعم حرف العين في وسط الكلمة. إذا نربط العين بكلمة أربعة، أربعة. موزون، هل هذه الكلمة تحتوي على حرف العين؟ لا. فراشة، لا. الآن حرف زي، حرف الزي، هل عين تحتوي على حرف الزي؟ لا. أربعة، لا. موزون، نعم هذه الكلمة، انظر موزون، تحتوي على حرف الزي. فراشة، هل تحتوي على حرف الزي؟ لا. انتهى التمرين الأول، ننتقل إلى التمرين الثاني. قلنا لاحظ، اقرأ وافهم جيدا التمرين ثم اكتب الحل. نبدأ مع بعض. لاحظ عندنا هنا الخطأ وأزرق، إذا التمرين الأول، لاحظ عفوا الثاني، أحط الكلمات التي فيها حرف السين بالأزرق وحرف الشين بالأخضر. إذا خذ قلم أخضر وقلم أزرق. نبدأ الكلمة الأولى، شيخ، شيخ، هذه الكلمة تحتوي على حرف الشين. إذا نحط هذه الكلمة بالأزرق، عفوا بالأخضر، بالأخضر، نحط هذه الكلمة بالأخضر. شيخ، نحط هذه الكلمة باللون الأخضر، شيخ، لأنها تحتوي على حرف الشين، والشين نحط الكلمة التي تحتوي على حرف الشين نحطها بالأخضر. الآن سيارة، انظروا هذه الكلمة تحتوي على حرف السين، إذا نحطها باللون الأزرق، نأخذ اللون الأزرق ونحط سيارة
باللون الأزرق. الآن شمس، لاحظ هنا شمس تحتوي على حرف، هذه الكلمة تحتوي على حرف الشين، نحطها بالأخضر. ولاحظ جيدا، شمس قلنا تحتوي على حرف الشين وأيضا تحتوي على حرف السين، إذن نأخذ اللون الأزرق ونحيطها أيضا باللون الأزرق لأنها تحتوي على حرف الشين وتحتوي على حرف السين. الآن كلمة الموالية، شاحنة تحتوي على الحرف الشين، إذن بالأخضر نحط الكلمة باللون الأخضر. الكلمة الموالية جرار، لاحظ جرار لا يحتوي على حرف الشين ولا يحتوي على حرف السين، إذن هذه الكلمة لا تحطها بأي لون. إذن الكلمة الأخيرة، لاحظ فراشة، فراشة تحتوي على حرف الشين، إذن نلون هذه الآن ونحط هذه الكلمة باللون الأخضر، فراشة، لأنها تحتوي على حرف الشين. انتهى التمرين الثاني، ننتقل إلى التمرين الموالي. التمرين رقم 3، لاحظ جيدا، اكتب الحرف الناقص بالهمزة على الألف أو بالهمزة على السطر. لاحظ جيدا، بالهمزة على الألف أو بالهمزة على السطر. لاحظوا هنا، الكلمة الأولى، انظر، إذا تكتب في الفراغات هذه الكلمة ناقصة، تكمل الكلمة الناقصة بألف، بالهمزة على الألف أو بالهمزة على السطر. انظر الكلمة الأولى، ما، ماذا نكتب هنا؟ لاحظ، ما أن، الهمزة على السطر، ما أن. الكلمة الثانية، انظر، انظر هذا جزء من الكلمة، ما هو الحرف الذي نكتبه هنا؟ لاحظ، أذنون، الهمزة على السطر، أذنون. لاحظ هنا، حذاء، أن، حذاء، أن. انظر هنا، عشاء، عشاء، الهمزة على السطر. انظر، مساء، مساء، الهمزة على السطر. لاحظ هنا الكلمة الأخيرة، فكر، الهمزة على الألف، أبون. الآن التمرين الرابع، تبع معايا، ضع كل كلمة في مكانها المناسب، أي كل كلمة تضعها في الخانة المناسبة من الجدول. إذا نبدأ الكلمة الأولى، وردة، أين نكتب وردة؟ هل نكتبها في هذه الخانة؟ في هذه الخانة، وردة، نكتبها في هذه الخانة، وردة تحتوي على حرف الواو، وردة، وردة. وردة. الكلمة الثانية،
ثياب، أين نكتب ثياب؟ هل نكتبها هنا؟ هنا، نعم، ثياب. انظر يا في وسط الكلمة، يا ثياب. إذا نكتب ثياب في هذه الخانة، ثياب. ثياب. الآن الكلمة الموالية، أرنب. أين نكتب أرنب؟ نكتب أرنب في هذه الخانة، أرنب. أرنب. الكلمة الموالية، يد. أين نكتب يد؟ يد. إذا نكتبها في خانة الياء، يد. إذا الكلمة الموالية أحد. أين نكتب أحد؟ في خانة، في منزلة الآ، أو في خانة حرف الهاء، الآ عفوا، الهمزة. أحد. الآن ولد. أين نكتب ولد؟ ولد نكتبها في خانة حرف الواو، ولد. واحد. أين نكتب واحد؟ دائما في خانة حرف الواو، واحد. سيارة. سيارة نكتبها في خانة حرف الياء، سيارة. بداية. بداية أين نكتبها؟ نكتبها أيضا في خانة الياء، ما عندناش المكان، نحاول نكتبها منا. بداية. 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 إذا أسنان. أين نكتب أسنان؟ في خانة الهمزة على الألف، أسنان. أسنان. الآن الكلمة الأخيرة، معلم. معلم لا يحتوي على حرف الواو، هذه الكلمة أيضا لا تحتوي على حرف ألف. معلم لا تحتوي على حرف الياء، إذا لا ندخله في أي خانة من هذا الجدول، لأنه لا يحتوي على هذه الكلمة، لا تحتوي على حرف الواو ولا على الهمزة ولا على الياء. إلى اللقاء، إلى فرصة أخرى إن شاء الله.